نيكولاي ثري عصامي بلا ذراعين وساقين. عام 1851 ولد طفل لأسرة روسية من الأورال، وكان بصحة جيدة لكن بلا ذراعين وساقين. عاش نيكولاي طفولة جميلة رغم حالته، وكان يقرأ الكتب طوال اليوم ويقلب الصفحات بأنفه، وتعلم لاحقا الكتابة والرسم ممسكا القلم بين ذقنه وجذع يده اليمنى. في سن 18 تلقى تعليم وبدأ يعمل ككاتب، وفي سن 19 قدم في سان بطرسبرغ عروضا مسرحية أذهلت الجمهور. كان يجيد خياطة إبرة بسهولة ويطلق النار ويصيب الهدف ببراعة. في سن 15 التقى أن ويلفورد فأحبها وتزوجها وأنجب 11 طفلا أصحاء تماما. استقر بالنمسا وأقام جولات عروض خاصة به بالاشتراك مع زوجته وأطفاله. في سن 61 ماتت أنا فتوقف عن أنشطته وبدأ العيش في عزلة. توفى نيكولا عن 82 عاما تاركا ثروة طائلة لأحفاده الكثيرين. لم يصبح نيكولا من أثرياء النمسا فقط، بل ورمزا للمثابرة والكفاح.